باسمي وباسم محافظة الأنبار نعزي عوائل الشهداء في مدينة الموصل بهذه الكارثة التي حدثت في الجزيرة السياحية. شاركنا احنا طلاب من محافظة الأنبار وبقية المحافظات شاركت مع طلاب الموصل، شاركناهم حزنهم. نعزي أنفسنا أولا وجميع العراقيين بهذه الفاجعة التي حدثت في الجزيرة السياحية، وحاليا الشعب الموصلي بيكمله بل الشعب العراقي بيكمله حاضرين في هذه المفاجعة، وقمنا بالاعتصامات هذه تضامنا مع شهدائنا الذين ضحوا من أجل هذا البلد، تضامن مع الشهداء الذي ذابوا أثر هذه الكارثة الذي حدثت في الجزيرة السياحية، وجميع من في الموصل بل من في العراق حضروا معنا وقاموا بمواساتنا، والآن جميع الموصل يخرج ضد المفسدين والفاسدين في هذا البلد، ونقول لهم لا مكان لكم بيننا. نعزي أنفسنا أهل الموصل، نعزي العراق عامة فاجأة عبارة التي حصلت. إحنا طلاب جامعة الموصل اليوم وقفنا قوة حداد وصلينا صلاة الغائب على روح الشهداء، وجملة قصيرة أريد أقولها اللي العرب قدامه يقولون قد تعب الكلام من الكلام، حتى الكلام اللي قاعد نحكيه ونطالب بقاتل الفاسدين الكلام نفسه تعب منه، يعني يقول لقوكم غير سافل، يعني عفو هاي مال الفاسدين، لأن لا حياة لمن تنادي، نبديها من البصرة للفاو. ما قصروا ويانا وجزاهم الله خير، والخليج العربي كامل والوطن العربي كامل، وجزاه الله خير كم من ساند الموصل بالفاجعة التي حصلت يوم الخميس 21. حضروا وياكم من غير محافظات؟ اي موجودين هسه طلاب، موجودين طلاب من ديالى ومن البصرة موجودين هنا، ومشوا ويانا بالمظاهرات وما خلوا قصر ويانا، وصلوا ويانا صلاة الجنازة صلاة الغائب، ووقفنا كنا اخوان ما بيتنا فرق، السني سني وشيعي شيعي وما عندنا فرق ان شاء الله، ونخليهم بعيوننا وموقفهم هذا ما ينسى ان شاء الله. وصورة هذا اشوف لك اياها، هاي جسر السويس اللي موجود هنا على طريق صغير النبي، هاي الصورة شوفها خلي العالم كله يشوفها، جسر السويس واقع رابطينه بزنجيل مسؤولينه على مود حتى ما يقع زايد. بسم الله الرحمن الرحيم، حضرنا هذا اليوم مع نخبة من الرياضيين محافظة نينوى لقراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء العبارة وجزيرة الشهداء في منطقة الغابات السياحية، وهذه الفاجعة يتحملها المسؤولين كافة بدون استثناء من محافظة نينوى إلى أصغر موظف في مجلس محافظة نينوى، والسبب كله وهي الفساد المستشري في المحافظة وفي مجلس المحافظة وفي المحافظة، ولا استثني أي شخص من المسؤولين في محافظة نينوى، والسبق لتجمع جماهير نينوى للإصلاح بكشف الفساد في بداية التحرير، ولكن نملك أذان صاغية لا من مجلس النواب ولا من الحكومة المركزية ولا حتى من الحكومة المحلية، فهذه هي السبب الفاجعة، هذا جزء بسيط من الفساد المستشري في محافظة نينوى في جميع مفاصلها، من منظمة UNDP وحتى المنظمات الموجودة هي جزء من الفساد في محافظة نينوى، وأحمل مسؤولية كافة المنظمات الدولية على هذه الفساد المستشري في جميع قطاعات المحافظة نينوى وفي جميع الدوائر محافظة نينوى. هل جسور الموصل تعطي إنذار لهذه الموصل على نكبة جديدة أو فاجعة جديدة؟ وهناك نكبات وليس نكبة، هناك نكبات، النكبة الأكبر في المخيمات أثناء الأمطار، وفي شاهدنا كثير من المواطنين أبناء محافظة نينوى على هذه المخيمات كيف غرقت المخيمات، من هو المسؤول عن هذه المخيمات، عن هذه المأساة النزوح؟ ما يتحمل مسؤوليته. أين الأموال الطائلة التي دخلت محافظة نينوى؟ أين ذهبت؟ لا أقول المنحة الهولندية ولا الألمانية ولا الكويتية، هناك مبالغ كثيرة وتكلمنا عنها في محافظة في جميع القنوات الفضائية، ولكن مع كل أسف بعد أكثر من سنة كشفت
ثبت كلامي امام التلفاز وامام القوى الفضائيه بان هناك فساد بعد خراب المدينه بصراحه. نعزي اهلنا في محافظه نينوى على الفاجعه اللي حصلت في عباره الجزيره. طبعا الكل الناس اللي عاد تحكي بس على المسؤولين، واحنا ما عاد نحكي على اللي هي اهل الجزيره اللي هو المسؤول العامل اللي كان واقف بالعباره وجاهم اعاز من الموارد المائيه بان بهذا اليوم ما يفتحون، والناس فتحت وحمل حمل ازل من طاقته. المفروض هو من شاف الماي مرتفع يخلي نسبه اللي كان يخليه مثلا 100 نفر يخليه 50 نفر، تتحمل هاي المسؤوليه طبعا الجزيره والعمال اللي كانوا واقفين على العباره، ونحمل طبعا الحكومه المركزيه اللي موجوده بالمحافظه. طبعا هي ما بس شوهه الجزيره، عندنا جسور، عندنا جسر الشوارع، الجسور اللي موجوده جسر سنحاريب من تحررنا لحد الان هاون، يعني مجرد شغل الساعه زمان ولحد الان ما حد مصلحه، وجسر السويس طبعا على انهيار، وجسر اللي هو ابو الاقواس اللي يم جسر العتيق، وجسر الخوصر، والله يعلم سبحان الله. صارت بالنسبه للموصل ساحه تصفيات، اي مول عنده مشكله يجي يفضها بالموصل، اي مول عنده حزب عنده يجي على الموصل يفض المشاكل اللي هي موجوده، وتصفيات بالموصل على حساب المواطن. واقع الصحي بالموصل رأيك؟ والله واقع الصحي زفت، يعني انت تشوف المستشفيات. طبعا احنا اذا تروح على مستشفى السلام يعني مرعبه، تفوت عليها على الطوارئ، يعني انت تروح عليها تخاف، وتروح على الرشيديه اهمال، وتروح على الجمهوري اللي هي يعني خلوها تسع منظمات. يعني احنا بالنسبه لنا لو ما المنظمات الموصل صفر، المنظمات رحمت بحاله العالم هذه بالنسبه للشوارع وبالنسبه للمستشفيات. يعني الحكومه اي دعم ما لها، المنظمات اللي هي نظفت المنطقه القديمه وحتى بهذا الجانب، ولحد الان المنظمات عاد تشتغل. نعزي نفوسنا ونعزي العراق اجمع بفاجعه الموصل، وفاجعه الموصل فاجعه على العراق اجمع. والأريد مطالبه بمحاكمه المقصرين معروفين، صاحب العباره ولد، واكو جهات وياه ياخذون قسم، ما يقدرون يوفرون نجادات، ما يقدرون يوفرون شوابة ب 2000 دينار، ياخذون ملايين من وراه. هل قد ارواح الموصل صارت رخيصه؟ على مود بطاقه ب 2000 دينار ارواح راحت، 283 شخص راح، اللي يقول لك 100 يقول له تجذب، 283 شخص، العباره تحوي 80 90 اكثر ما تحوي، ليش عباها العدد؟ هاي سواها عمدا باهل الموصل، وتجي على الواقع على الخدمه، خدمات زفت، خلف الله على شو اسمه المنظمات قاعد يشتغلون بالموصل، الله بدالك زفت خدمات ماكو، واقع الصحي تروح على المستوصف كل شيء ماكو، ينطيك براس تولحب مال وجع راس كل شيء ماكو، تروح انا من الرشيديه، مستشفى الرشيديه اهمال كل شيء ماكو، يقول لك روح على اخصائي، تروح على يوم علاج يقول لك روح اخصائي، هاي مطالباتنا. الموصل وقعد 3 سنين الدواعش دمرها، وسع ماكو، احنا قلنا بعد تحرير الموصل ان شاء الله تتطور الموصل، تصير نحو الاحسن، شو رجعت ليه ورا؟ ليش هيجي؟ احنا نريد صوتنا يصل للعالم، الموصل متدمره، الموصل منهاره. فاجعه كبرى، وهذه سببها الفاسدين اللي عشوا في الدوله، الفاسدين في جميع العراق، يعني ولا نستفي احدا. ونحن نطالب من السيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مو بس اقاله، وانما محاكمه الفاسدين، مو محاكمه صوريه ولا يعني واحد يغطل الاخ، اريد محاكمه عادله. وهذه الموصل مدينه مدمره، مدينه مهمشه، لا خدمات لا تعيينات. اريد يعني اهل الموصل احنا يعني العقول ورجال الموصل هم الضباط، هم اللي يقودون البلد، ليش يعني الى متى نبقى هيك؟ ها انك اسمعت لو ناديت حيا لكن لا حياه لمن تنادي. احنا نطالب رب العالمين ياخذ الحق منهم، نطالب الحكومه ماكو كل شيء، باكر اقاله والمحافظ والفاسدين ينهزمون. اريد حكي تمام. شفنا من الموصل، روح شوف القديمه، شوف هذا الجسر اللي سواه جسر الخوصر، اللي سواه الكفار بقى جسر، واللي سواه المؤمنين خلال سنه انهدم. مع الاسف احنا يصير بينا هيجي، احنا ناس، احنا اللي نقود البلد. هاي نقابه الفنانين فرع نينوى جاءت تستنكر هذا العمل، هذا مجزره
بحق الانسانيه. وين حقوق الانسان؟ احنا نطالب نريد حقوق الحيوان في دول الاجنبيه، مو نريد حقوق الانسان. ماكو اي حق للانسان عندنا. ان شاء الله تكون اعتصامات مفتوحه في جميع، ونطالب. واحنا نشكر جماعه بشمال العراق، السيد مسعود البرزاني، ونشكر اهل الجنوب، اهل النجف، واهل البصره، واهل كربلاء اللي يعني قلبهم ويانا ويا اهل الموصل. واحنا ان شاء الله ايد وحده وماكو طائفيه. ستكون تظاهرات مستمره، مو بس اقاله. احنا نطالب السيد رئيس الوزراء مو بس اقاله مجلس المحافظه، اقاله الدوائر فاسدين، كل الدوائر فاسدين من الموصل، ولا نستثني احدا. مع الاسف يصير بينا هيك، يعني دول العالم بعد تستنكر وتشجب، ها، واحنا عندنا المحافظ يطلع يضحك. مع الاسف يعني ما مهتمين بينا. الى متى نبقى هيك؟ الى متى؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، صدق الله العظيم. نعزي الشعب العراقي عامة والشعب الموصلي خاصة بجريمة العبارة، وليس فاجعة أخوان، جريمة، لأنه فيها تهاون واستهتار بالدم الموصلي. لماذا هذا الاستهتار بالأرواح الأبرياء؟ من هي الجهة المستفيدة من هذا المشروع الاستثماري؟ من أعطى الرخصة في منتجع سياحي يصرف عليه الملايين من الدنانير؟ عبارة بدائية تنقل الناس. الآن نحن في القرن 21 لا نمتلك جسرا. أين إجراءات عندما صوت عليها مجلس النواب بأن مدينة الموصل مدينة منكوبة؟ لم نرى أي إجراء يدل على أن مدينة الموصل منكوبة. الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة. جشع المستثمر أدى إلى إزهاق أرواح الأبرياء. قبل أيام كانت يوجد حادثة مشابهة لهذه الحادثة، لكن دفع الله ذلك فحصل في محافظتنا، ألا وهي مباراة رياضية في الدوري العراقي الممتاز بين نادي القوة الجوية والزوراء. جشع المستثمر، جشع المتعهد أدى إلى إصابات بليغة، أدت إلى كسور، أدت إلى حالات إغماء. ملعب يتسع إلى 30,000 متفرج، كلنا ندري 3,000 أو أقل يسمى للسلامة. يدخل أكثر من 50,000 إلى ملعب قديم يتسع إلى 27,000 إلى 30,000 متفرج. جشع المستثمر، جشع المتعهد أدى إلى هذه الكارثة. أنا أطالب من هذه المكان، لا أطالب بل أأمر رئيس مجلس الوزراء باعتباره أعلى سلطة إدارية للعراق الوقوف. ولا نريد لجان تحقيقية. ملينا من اللجان، لجان تحقيقية لا تبدل، لا تؤخر ولا تقدم، بل نريد تحقيق شامل يشترك به الأمن الوطني، المخابرات فقط، لأن هذا هاي جهة القضاء أيضا، لأن القضاء على سلطة. فنطالب بهذه الأمور، وعندي 4 مطالب أحب أن أقدمها. الأول، تجميد عمل مجلس المحافظة نينوى باعتباره شريكا. الأمر الثاني، إقالة محافظ نينوى. لا، ليس على هذه الجريمة، لا، يوجد مخالفات كثيرة. أين ديوان الرقابة المالية؟ أنا من الآن أطالب المدعي العام، أين دورك؟ القضاء أين دوركم؟ محافظة نينوى تذبح بالفساد، المكاتب الاقتصادية تتحكم بمحافظة نينوى، محافظة ثانية على العراق لا يوجد فيها مدرسة تبنى بشكل صحيح. أنا في السلك التعليمي أعمل، مدرسة بشكل صحيح لا تبنى. نحن بالقرن 21 يا ناس. فاسدين باطل، الفاسدين باطل، ويا فاسد برا يا فاسد برا خلي الموصل لأهلها، يا فاسد برا خلي الموصل لأهلها، يا فاسد برا خلي الموصل لأهلها، يا فاسد برا خلي الموصل لأهلها. ضربة الموصل وعامة العراق كامل، كامل ضربة العراق، يعني هذه فاجعة العراق. واثنين ثانيا، الموصل هامليها من جماعة المحافظ وما قالت. الموصل
احنا من تحررت الموصل قلنا راح شويه نرتاح شويه افضل شويه شويه. اش الموصل هامليه خلف الله على المنظمات عمر الجانب الايمن مو كامل الجانب الايمن خلف الله. احنا هسه انا من منطقه الزنجلي، منطقه الزنجلي ما حد ما جاء من يعني من المسؤولين ولا حد يعني طفى. خلف الله على المنظمات جتنا وعمرت البيوت المتضرره واللي مضروبه وخلف يعني شو اقول لك ما احكي لك كل شيء. وكانت الشوارع يعني شو اقول لك الفساد الفساد يعني زفت يعني شو احكي لك ما اعرف شو احكي. وذول مواد غذائيه ماكو مواد غذائيه من 2019 حتى ما حد ما جتك لحد ما 2018 جتك مواد غذائيه. يعني هامنين الموصل بالموصل مقصوده عليها الموصل مقصوده عليها من المسؤولين الواصلين الفاسدين الموصل يعني شو اقول لك هامليه اهمال ما اعرف شو احكي. حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل. 2003 احنا نقول حسبي الله ونعم الوكيل وما نعرف ايمتى نظل هيجي. من 2003 احنا نصيح حسبي الله ونعم الوكيل الى ايمتى احنا نظل نصيح الى ايمتى يعني بس قولوا لنا الى ايمتى حتى واحد يصبر الى ايمتى بس قولوا لنا الى ايمتى احنا نظل حسبي الله ونعم الوكيل ونظل لابسين اسود الى ايمتى. يعني احنا يوميا لابسين اسود خميس عبوه خميس مفخخه خميس حضر تجول خميس طقت فلان مكان فخخه خميس الاخ مات فلان شال فلان راح فلان. يا اخي الى امتى الى امتى الى امتى بس قولوا لنا الى امتى حتى واحد يصبر. والله ملينا والله العظيم ملينا والله العظيم ملينا والله العظيم. على الواس ست طاق ومغرق الموصل كامل ولا هاي الكارثه. والله العظيم على الواس ست طاق علينا ولا هاي الكارثه هاي. على الاقل الكل تموت يا اخي خلي طقونا سد علينا خلينا خلاص احنا خلي هذا ونخلص ايش لنا في العيشه هاي. يوميا جاك ذيب جاك الواوي والله العظيم ملينا خلي طق السد هذا وكافي كافي يا اخي كافي ملينا والله العظيم طقت ارواحنا والله طقت ارواحنا يوميا على ما خلصنا من داعش بيضت عيوننا. هالنوبه هذول الفاسدين اول شيء نعزي انفسنا وذوي الضحايا الذي راحوا ضحيتها في العباره ونقول لهم لا تحسبوا ان الذين قتلوا في سبيل الله وماتوا بل احياء عند ربهم يرزقون. احنا طلاب شنو قضيتنا؟ قضيتنا عامه مو بس موصل، موصل باجمعها كامل. هذا شنو ذنب الناصر اللي راحوا بالعباره؟ شنو ذنبهم؟ والله والله يوميه مفخات، يوميه عبوا طاق الخميس، يوميه جمعه، شنو هذا؟ واقع صحي زفت. موصل اني من منطقه الرشيديه المستشفى الرشيديه بن سينا اقصار عام بي. كلها ما بي اي دواء ما بي اي شيء تروح عليهم طيب بس باراسيتول. شنو هذا مستشفى ماكو الجسور راح تقع. شنو هاي القضيه المحافظ اليوم طالب بقالته شنو هذا. وعندي رساله لهم رساله نشفت دجله والفرات ونشفت الغيره بقد بس شعب العراقي واقع بحيره. شو احنا شباب قمنا نحبي بس بقد اهل الموصل واقع بهيك حيره ما نعرف شنو التفسيره. بالبداية الفاجعة اللي ضربت أهل الموصل نعزي أنفسنا بها وضربت العراقيين. أنا أقول مع الأسف وكل الأسف هاي الشباب الجميع اللي جت ولو تآسي يعني أهل الموصل ولو بكلام ولو وقفة بس عتابع المسؤولين مع الدولة أعضاء برلمان أعضاء محافظة ما جاء واحد بيهم واسانا على قلوبنا وعلى الجرح اللي بينا. شباب كلها أصحاب أعمال حرة يعني كلهم بشرط بسيطة جوينا ونتكلم يومين على الفساد والفساد الفساد والفساد. يا أخي هسه هذه صارت الفساد خلينا نجي على الفساد الجديد هسه. روح البلدية فساد جوازات السفر كلها يريدون رشوة منك الجنسية كلها تريد فساد منك. والله العظيم هسه الجنسية ب 75 ألف وب 50 ألف يطلعوا لك الهوية تصريح أمني بدون تصريح يجيك له. مع الأسف وكل الأسف بس واقع علينا والله 7 أشهر 8 أشهر الهوية ما تطلع والناس قاعدة بيبي تطلع الهوية اللي عندها. أنا أطالب بمصلحة عامة ما أطالب بمصلحة خاصة ما أدري مصلحة شخصية اللي هي بس هالموصل ترى تعبت الموصل كافي عاد يعني ضربه ورا ضربه كافي عدم ترتاح الشباب عدم ترتاح الناس كافي دماء الناس اللي اندفنا جوا الانقاض اهاليها واطفالها وزوجته ليه هسه تقاعد ما طلع. يا اخوان ما تقدر بلاش يعيش هذا اطفال ارمله بلاش تعيش هذا التقاعد يحدى ما طلع للناس انطوهم تقاعد كافي عاد. يا اخي تعويضات ناس قاعده بجارات 300 الف 400 الف هاليوم وبيتها انهجمت ما حد قال لك اخذ لك مليون دينار. يا اخي ونطلب من المسؤولين يكون هذا كلامنا يصل. وجيت لي حد الان يا اخي والله العظيم اني ابكي عليهم بيوتهم انهجمت وقاعدين ايجارات ليه هسه ما حد اعطى تعويض لا الارمله ولا اليتيم. اليوم نقابه الفنانين العراقيين في محافظه نينوى وقفنا هذه الوقفه التضامنيه مع اهلنا من ابناء مدينه الموصل الذين تعرضوا الى فاجعه الغرق في نهر دجله في العباره المشؤومه
وهذا تجمعنا أولا هو التضامن مع عوائل الشهداء، وثانيا للمطالبة بمحاسبة الفاسدين وإحالتهم إلى المحاكم، ولا نكتفي بالإقالة أبدا ولا نقبل بالإقالة فقط، نطالب بمحاكمتهم محاكمة عادلة، ونطالب بتعويض ذوي الشهداء وإعطائهم حقوقهم كاملة. الفنانين في مدينة الموصل يطالبون بمحاكمة الفاسدين وإخراج كل الفاسدين والطارئين على مدينة الموصل، ويخلون مدينة الموصل لأهل الموصل، وما نقبل للغريب يجي يتدخل بالموصل، ما نسمح لأي واحد من خارج مدينة الموصل يتدخل بهاي المدينة العريقة تاريخيا. كافي كافي تعبنا بعد، وما نقبل ابدا ابدا ما نقبل اي واحد يتعدى علينا بعد، ان شاء الله ما نقبل. واحنا اليوم الفنانين والمثقفين واقفين هنا ونطالب بحقوق اهل الموصل، نريد يحطونا حقوقنا كامله. المدينه مدمره، المدينه محطمه، ما بها خدمات، الناس قاعدين بطالين عطالين، المشاريع ياخذوها ناس من خارج المدينه، الاستثمارات يعطوها لاشخاص خارج المدينه. نطالب الحكومه العراقيه المركزيه بمحاسبه كل الفاسدين والفاسقين، ونطالب ايضا مجلس محافظه نينوى باقاله كل فاسد وكل ويتكلم بصراحة عن الفاسدين، وإذا كان من داخل المجلس من رئيس المجلس إلى آخر موظف أن يحال إلى المحاكم ويحاسب محاسبة عسيرة بالقانون. نحن مع القانون ومع النظام، أبناء الموصل أبناء القانون والنظام، هكذا عرفهم الناس وعرفهم التاريخ، مدينة تحترم القانون والنظام. هذه المدينة التاريخية التي هي رأس العراق، لا نقبل أن تكون بهذا الشكل أبداً أبداً. كلنا ضد الفاسدين، وكلنا مع أن يحاكمون كل من كان سبب في غرق أبناء مدينة الموصل، هؤلاء المساكين الذين جاءوا ليفرحوا في عيد الربيع، وإلا نراهم يسقطون في الماء والناس تتفرج عليهم. ليش يا أخي ليش؟ مو حرام عليكم؟ خافوا الله شوية، خلوا عندكم ضمير، شوية خلوا عندكم ضمير. بكتم العراق 15 سنة تسرقون العراق، ده كافي عاد، ما شبعتم؟ كافي يا أخي، كافي دعوفونا، خلينا نعيش بحالنا، كلتنا مشردين. واحد قاعد بمحافظة جنوبية والأخ بالشمالية ياخذ، تعالوا لمدينتكم انتوا المسؤولين، ليش قاعدين برا؟ ليش قاعدين برا؟ تعالوا لبيوتكم هنا، عيشوا ويانا، عيشوا المعاناة وشوفوا الناس ايش بيها، شوفوا الايمن وشوفوا الايسر، شوفوا الفقراء. كافي عاد كافي. ارقد اطفال الفاسدين، 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 تهميش الموصل، تهميش الموصل. والله هذه القضية يعني قضية يعني الله يرحم الشهداء، الله يرحم الشهداء وعزي أهالي نينوى. وأنا من بغداد من منطقة الزعفرانية، سمعت بالخبر صار لي يومين أمانة الله ما نايم، طلعت الساعة بالأربعة الفجر وجيت وأقول لهم البقاء في حياتكم، وعدت أبيع المحافظ اللي محافظ نينوى. قبل يومين سمعت انه خبر انه جاي وهو ودايس المواطنين، ما اعرف هذا الخبر بس سمعته من العالم. هذا المفروض اني واحد، انا مواطن، ثق بالله الكريم، اليوم انا رايح اخوي عبالك، يعني بالله الكريم عبالك، مو بس اخوي عبالك، اهلي، ثق بالله الكريم. صار لي يومين اني من ابوه على الفيس، يعني مو قلبي يحترق، ماشي، انا جاي مخنوق عبره، ماشي. المفروض هذا اني لو موجود، اني وحدي انه موجود، لا اضحي بروحي، ازم المحافظ اربطه وذبه والله العظيم، ثق بالله الكريم. واهل نينوى يعني والله العظيم اهل نينوى يعني شرفاء وابطال وصاحبين نخوة. انا جيت من بغداد وانا شيعي وجيت اشارك بهاي القضيه، والبقاء في حياتكم وخاتمة احسان ان شاء الله، ويا ربي ان شاء الله، لا سني ولا شيء، ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا ربي، الله يشيل الغمه من هذه الامه ويرحم شهداءكم. والسلام عليكم ورحمه الله. الفساد عام يعني بكل الدوائر فساد، الشغل ماكو، عطالة كثيرة، المواطن تعب، المنطقة القديمة تعبت، شغل ما يوفر للناس، الناس عاطلين على العمل، ماكو شركات تجي شغل الناس القاعدين العاطلين، وفروا لهم شغل، 80% بطالة، شغل ماكو، الشعب تعب، الناس عتعوف البلد وتطلع،
من الجوع. نعزي أنفسنا والإنسانية جميعا على هذا المصاب الذي أدمى قلوبنا بحادثة العبارة. ومن هذه المأساة نطالب الحكومة المحلية والمركزية والعالم بتة، مطالبنا نحن أهالي مدينة الموصل وشبابها والواقفين أمام الجزيرة منذ يوم الجمعة، ومطالبنا كالآتي: أولا محاسبة شركات الجزيرة ومن يقف خلفها، وتعويض ذوي الضحايا، وإقالة المحافظ ومجلس المحافظة وإحالتهم إلى التحقيق. ثالثا كشف ملفات الفساد والأموال التي صرفت من أيام النجيفي إلى يومنا هذا وإحالتهم إلى القضاء. أربعة إقالة ومحاسبة رؤساء الدوائر. خمسة توفير الخدمات وبناء البنى التحتية وتخصيص الدرجات الوظيفية. سابعا اختيار الشخصيات الكفوة من أهالي المدينة والمعروفين بالنزاهة وإدارة المحافظة. ثامنا موضوع تشابه الأسماء والحاسبات. تاسعا حسم قضايا المحاكم وبالسرعة الممكنة. عاشرا غلق جميع المكاتب الاقتصادية في المحافظة. حادي عشر عمل المنظمات الدولية بحرية تامة وبدون تقييد، لا بالمراقبة من اللجان النزيهة ثاني عشر تعويض أهالي مدينة من جراء الحرب مع داعش. ثالث عشر الكشف والتدقيق عن أسماء المفقودين عند داعش وغيرهم. رابع عشر إرجاع الشرطة والجيش والمفصولين. خامس عشر إخراج جميع القوات غير الحكومية وغير النظامية والبقاء على الشرطة المحلية والجيش العراقي، ومن الله التوفيق. كانت هذه مطالب أبناء محافظة نينوى بالإجماع، شيخها وشيوخها، كبارها وصغارها، ومن الله التوفيق. احنا فاجعة العبارة من أهل الموصل، نعزي أهلنا ونعزي أنفسنا على هاي المصيبة اللي عمت الموصل من 2003 ولحد الآن. سبايكر 1750 أهلنا بالجنوب وتحقيق وتسوف. الصقراوية 300 واحد انطاهم المسؤول عليهم والتسوف. ديالة التسوف والعبارة التسوف. هذا السبب الفساد اللي بالموصل، ونحمل المسؤولية الحكومة المحلية. قبل قالها بالرمادي، قال قبل ان تلثم اسمع ما عاد ان تلثم. لا ما يجري التحقيق على العبارة وناخذ حق الشهداء الموصل قنبلة موقوتة، ولا عاد نخاف من اكبر شارب. والابوك ندوس على راسه. الابوك هذا مال الموصل، هذا مال الموصل من 2003. اغتيالات، نهب، بوك. وانا تحملت كافة المسؤولية. اللي يسمع يقول للي ما يسمع. الشيخ محمد ادهام الهادي عن قبيلة العقيادات، وشكرا. ونقول الله يكون بعونهم والله يرحمهم والله يحسبهم ان شاء الله في الجنة والشهداء. والمحافظ والله ماكو شيء، والله كل شيء ماكو. باوع افضل ثلاث ساعات توقف للجسر. ناس يعني الدوام عندها يعني الجسور باوع عليها، اسد الكار باوع واقع الجسور. يعني شو السولف ما توصل. يعني واضح هاي العبارة، صار الشغلة يعني واضح. يعني المحافظ إذا يبيع السيارة مالته يقدر يبني مكانه جسر. إذا يبيع السيارة مالته يبني جسر، بس عايز في عبارة على مود استفاد فلوس منها. يعني هاي تاريخ شنو تاريخ الشهداء راحت. يعني وإذا يقول لك 200 أو 250 كلها كذب كذب. 350 بس ما يقولون نطلع إحصائية صحيحة، يخافون لا تصير انقلاب. وهي الشغلات واضحة. إني عم الشهيد البطل محمد جاسم محمد أحمد عواد المتيوتي الذي قام بانتشال عدة من الجثث من نهر دجلة أثناء غرق العبارة، وبعد ذلك نال الشهادة بطل، والشرف به
وان شاء الله بعليين. وطالب اطالب محاسبه المقصرين اللي ساهموا بغرق العالم هذه. وانا افتخر بابن اخويا، واخويا بطل مات بطل، والحمد لله على كل حال. نزل يم جسر العتيق، شاف الحرمه جوا نازله وياها طفل، زدت هدومه تكرم، نزل بالبوتي مالته والكابوي، طلع الولد طلع البنت طلع العائله كلها دفع دفع، ظلت المرايه ثقيله سمينه شويه عليه، خمشته من وجه خنقته، ظل وياها ظل وياها تشوفون الصوره يعني. ظل وياها يصعد ينزل يصعد ينزل، بعد ما يقدر رفعها من جوا نزلته، رفعها نزلته الا ثاني يوم الصبح البارحه اللي لقيناه بصفحه المي مطلع نفسه مطوف نفسه وخشمه بالاسعاف طق دم، يعني شوف الا ثاني يوم الصبح ظل عايش. هو ما موجود يعني، هو كان يم البيت بالبيت، بس من سمع اخوه خابر قال له تعال، اخوه واقف يضحك عليه يقول له شوف اخويا يغرق يطلع العالم كلهم طلعهم عيشهم واخويا مات وما قدر احد ينزل عليه، يعني ليش؟ زوارق ماكو بالنار يعني دا ينزلون هم شباب، يقول اللي واقفين يضحكون عليه يقول ما عندنا زورق ننزل شلون؟ هو نزل جواد سبح طلع العالم ويقول خطايا النجدة يصيحون يقول ما نقدر ماكو زورق، وظل يوم وثاني بالمي جامد على ما طلعناه. وشهود عيان، شهود عيان، شهود عيان هو اللي طلع بالمقطع الفيديو حالتهم، شافوه الشرطه وشافوه لما طلع 9 اشخاص، العاشر حرمه اخر شيء حرمه شلبت بظهره واثر الخمش هي انداق عليه بوجهه وبطل بطل 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 بطل. بيتهم غرفتين وكله ينزل عليهم مي، ولو تصير التصوير لهم رويك التصوير مالته مال بيتهم، وابوي يبكي يصيح يم المي، هنا بات يم المي اللي الكل بات يم المي يصيح يردمني يردمني، وطلع على التصوير وشافوه العالم كله وحالتهم يعني طلع احسب من جامنيان جا دين الكروه وجا جا ينزل يطلع العالم. نعزي نفسنا واهلينا بهذا المصاب الجليل فاجع على اهل الموصل. بالنسبه للشهيد محمد جاسم محمد احمد المتيوتياني جاره وصديقه، رجل شهم وابو غيره وبطل من ابطال الموصل، تلقى الخبر على الانترنت قاعد وشاف الفاجعه الكبرى اللي صارت بالعباره بالجزيره، فنفر مثل ما نفروا الابطال والشهداء اللي راحت اللي راحوا وغرق، فطلع جاء هو واخوه الجسر العتيق، فشاف الجثث قدامه هذا نزل يسبح، انطل الغراض والملابس مالت الاخوه ونزل يسبح، طلع تقريبا اكثر من 4-5 اشخاص يدفع بيهم يطلعهم على حافه الجسر، والى بمريه كانت تستنجد بيه وراح عليها. حتى اذا تشوفون اثار الكدمات بخشمه يعني، واحنا من غسلنا له الله يرحمه كان اثار كدمات يعني خماش بظهره وبرجله، فان لله وانا اللي راجعين. رجل طيب وابوه بعد اطيب، ناس تعبانه ناس فقره، ليش هالدمار؟ ليش يوميه لو سياره مفخخه لو عبوه طول، يعني كل خميس وجمعه نزف لنا شهداء وابطال وبشهود اهل الموصل، هاي كل خميس وجمعة، ليش هيك؟ يعني الله كتب لنا انه ما نفرح؟ الله كتب لنا ما نفرح بهذا اليوم اللي هو بمناسبة عيد لهم وعيد نوروز، ليش؟ تيل محمد لي تيل عبارة عبارة صار لها، البارحة اردوغان مطلع منشور يقول لك العبارة صار لها 200 سنة. هو هاي عبارة هو والله مو عبارة، ما تسمى عبارة، احنا مثقفين وواعين والولد يعرفون، العبارة تصير بيها شوابة وتصير بيها نجادات، ليش اربيل من تصعد بعبارة مال مي المدينة المائية بيها نجادات؟ وتعبر ليش؟ وليش هذه ما بيها عبارة؟ ليش؟ ليش؟ السبب حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فاجعة كبيرة زين، واللي ملقي أنا بالمناسبة أنا موظف بالصحة داوم بالإسعافات، احنا اللي نقذنا واللي قمنا وشفنا يعني فاجعة كبيرة، اللقي الطفل الأب ما لقي الأم ما لقيها، اللقي 3 أشخاص شخصين ما لقي، يعني فاجعة، يعني احتمال انا حسب تواصلي ويا العالم انه هاي ثالث فاتحه، فاتحه بالرشيديه مال طفل، وفاتحه بحي انتصار، وفاتحه بحي فلسطين، والبقيه ما يقدرون يسوون فاتحات لان عوائلهم بعد ما لقوها لقوا 3، واحد ما لقي يقول لك انا ما اسوي فاتحه. فاجعه كبيره يا اخي والله، كلها سببها منو؟ سببها الحكومه وسببها الاهمال والفساد، لان انت هسه انت ابو حكومه، انت يا محافظنا، غير تجي رقابه وين؟ ابو السياحه وين؟ انت محمل لك 200 شخص ومعبرهم، يعني بعد حتى ما وصلت لي نص الجسر، بعد ما وصلت لي نص الماي، بعد ما وصلت زين، انت من شفت الماي، انت شفت الماي للركبه، ليش تصعدهم؟ صعد لي 50 وخلي يعبرون، صحيح ولا عدد معقول؟ يا اخي الله ينتقم من الظالم، الله ينتقم من الظالم، الله ينتقم من الظالم، الله اكبر على الظالم. زين كافي تعبنا، والله تعبنا،
ناس تعبانة يا يعني هل شوفوا هذا ناس تعبانة والله يعني اشتعل قلوبنا عليه. أبوه ذاك وينه تعبان بالبيت مخطر وأمه كذلك زين تحبون تجون تزوروا بيتهم بحي انتصار يم سواق حسام زين بشارع 30 ناس تعبانين روحوا شوفوهم يعني الله أكبر على الظالم الله أكبر على الظالم. نعدي عوائل شهداء ضحايا العبارة ونحمل مسؤولية كافة المسؤولية إلى المسؤولين في محافظة نينوى. محافظة نينوى احنا نطالب رئاسة الوزراء نطالب كافة المسؤولين نطالب حتى الأمم المتحدة بالتدخل بهاي محافظتنا محافظة جريحة اخوان محافظة صار لها سنتين من اتحررت إلى حد الآن خلي يروحون يشوفون المنطقة القديمة مسؤول المحافظ لازق بالزهور المحافظ لازق بالمجموعة عيب عليهم عيب عليهم خلي يستحون على نفسهم أخوتنا احنا أخوتنا الأيسر والأيمن مناطق الجنوب طبعا أنا حي مناطق الجنوب أخوان كافي كافي الحكومة الإمام علي كرم الله وجهه يقول العدل البطيء ظلم أخي أنت شقد ما تكون عادل فأنت ظالم اليوم دنسوي باكر دنسوي ايش وقت ايش وقت يا اخي ايش وقت جسر الخوصر جسر الخوصر هاي وين صايره ثلاث اشهر يفتتحون جسر ويوقع والله عيب عليهم شنو لازقي بتيكوتين بتيكوتين لازقي وين المحافظ احنا ما نطالب بقاله المحافظ فقط لا نطالب انه المحافظ يصعد بالمحكمه المحافظ لازم يتساءل محكمه لازم شنو شنو يابا المحافظ طلعتمه القاضي يقول له احلف يمين المتهم يقول له جاني الفرج مو بس طلعوه حاسبوه على 180 مليار حاسبوه على المنطقه القديمه حاسبوه على المناطق كلها يا اخي عيب هو هذا الوحيد هي هاي المنطقه الغابات بالموصل يا اخي صارت هالفجعه هاي استحوا على نفسكم يا حكومتنا استحوا على نفسكم نطالب رئاسه الوزراء نطالب رئيس الجمهوريه يوضع حل مدينتنا يوضح حل مدينتنا كافي 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 طقت روح حلوه على العالم خلي يستحون على نفسهم والله لو عندهم غيره والله لو عندهم شرف والله ما يبقون ساعه واحده ما يبقون عيب عليهم خلي يستحون كافي كافي مذله بالموصل